اسمح لنا هكمل كلامنا كابتن عمرو. تعال نروح التتش مع مشاهدي السادسه نتابع تمرينه النادي الاهلي النهارده واستعداده لطلائع الجيش. هيكون معانا زميلنا محمد توفيق من ملعب مختار التتش في النادي الاهلي. محمد مساء الخير، نتعرف منك على تمرينه النادي الاهلي النهارده. عارف انه يمكن اتكلمنا امبارح انه الشحات الحمد لله اطمنا عليه وانه جاهز للمشاركه، كمان بدر بنون بعد سلبيه المسحه اتكلمنا عن مشاركته النهارده واتكلمنا على تمرينه الفريق واستعداده لماتش طلائع الجيش. مساء الخير الزميل العزيز احمد، تحياتي ليك والضيف الكريم الكابتن عمرو الحديدي، واحد من نجوم مصر والنادي الاهلي ونجم خط الدفاع. زي ما انت ذكرت يمكن النهارده استعدادات اكثر من رائعه وختام استعدادات النادي الاهلي لمباراه طلائع الجيش في اطار مباراه الاسبوع ال 31 المقرر لها ان شاء الله 9 مساء غد الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس. يمكن اللاعبين حضروا للنادي في الثالثه عصرا، كان في محاضره فنيه بالفيديو ابتدت الساعه 4 واستمرت لنصف ساعه، انتهت في الرابعه والنصف. بعدها نزل اللاعبين لارض الملعب، كان في محاضره في البدايه من كابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم فيها مع اللاعبين وحفزهم علشان المباريات الاربعه المتبقيه من عمر مسابقه الدوري العام، واكد كابتن سيد عبد الحفيظ على ان الهدف واحد هو الفوز ان شاء الله في الاربع مباريات المقبله، وان اللاعبين يعملوا اللي عليهم ويسيبوا النتائج بتاعه الفرق الاخرى او اي امور اخرى دي طبعا سايبينها للتوفيق ول يعني بفضل الله يكون التوفيق معانا في الفتره الجايه. التركيز يكون على مباراتنا، ده اللي اكده كمان مستر موسيماني وقال للاعبين واكد اكثر من مره، قال عندنا فرصه واحده هي اللي بنلعب عليها ان احنا نفوز في الاربع مباريات وبعد كده التوفيق بتاع ربنا وامر متروك لربنا. تدريب ابتدى ببعض التدريبات البدنيه الخفيفه طبعا نظرا للضغط وتقارب المباريات واللعب كل 3 ايام كمان بالاضافه للسفر. بعد كده تم عمل تمرينه في نصف او تقسيمه في نصف ملعب شارك فيها معظم اللاعبين، كانت تتسم بالحماس. يمكن مستر موسيماني وقف التدريب اكثر من مره لتصحيح بعض الاخطاء وشرح بعض الجمل اللي عاوز ينفذها ان شاء الله في مباراه الغد. يمكن زي ما انت ذكرت محمد شريف هو الغائب الوحيد عن مران اليوم. كلمت مع دكتور احمد ابو عبله وسالته، قال ان شاء الله بعد مباراه طلائع الجيش هيكون في اشعه يوم الاربعاء ان شاء الله لمحمد شريف، ان شاء الله يكون النتيجه كويسه بتاعه الاشعه، هياخد بعض التمرينات الخفيفه ومن ثم هيكون ان شاء الله موجود مع المباريات المقبله من عمر مسابقه الدوري العام. يعني ان شاء الله اخر مبارتين او اخر مباراه هيكون محمد شريف موجود مع باقي الفريق بشكل طبيعي باذن الله. بالنسبه لمشاركه بدر بنون، شارك في المران بشكل طبيعي جدا وبشكل كامل وادى سواء التمرينات البدنيه او كمان شارك في التقسيمه. كمان حسين الشحات موجود النهارده، بطمنك عليه وبطمن كل مشاهدي قناه النادي الاهلي موجود. الفريق اختتم التمرين اللي استمر قرابه الساعه ونصف بشكل اكثر من رائع. الفريق دلوقتي دخل لغرف الملابس هيتناولوا وجبه الغداء لان طبعا التمرين كان بدر النهارده، وبعد كده اللاعبين هيقضوا صلاه المغرب وتوجه مباشره لمحافظه السويس للمبيت فيها، وان شاء الله معهم دعوات كل جماهير النادي الاهلي بالتوفيق ان شاء الله وحصاد 3 نقاط امام طلائع الجيش، وان شاء الله بنعمل اللي علينا ونفوز بالاربع مباريات والتوفيق ان شاء الله بتاع ربنا. ده اكيد يا محمد. خليني اسالك، قائمه الفريق طلعت ولا لسه؟ قائمه الفريق اللي هتسافر مع لسه ما طلعتش زميل عزيز احمد، يمكن التمرين منتهي حالا دلوقتي. تمام، هنتابع معاك على مدار الحلقه ونعرف القائمه اللي اختارها مستر بيتسو موسيماني ان شاء الله موفقين. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق من داخل ملعب مختار التتش في النادي الاهلي.